بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد اللهم عجل لوليك الفرج. مذ ابصرت عيناي باحه داري حب الحسين هويتي وشعاري. عظم الله اجورنا واجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا السيده فاطمه سلام الله عليها. كرامتنا المهدويه هذه المره من محافظه بابل من فتاة تقول تزوجت منذ خمس سنوات وبسبب حادث سيارة توفي زوجي وكان لدينا طفلان، المشكلة عندما توفي زوجي رحمة الله عليه لم يكن لا موظف وليس لديه أي راتب من أي دائرة وسيارته حتى عندما يعني أخذوا أموال الدية لم انتفع منها كثيرا المراه في الكثير مع الاسف من القضايا تكون مظلومه على كل حال اشتدت علي الظروف حاولت ليلا ونهارا ان اجد عملا كي اعيش انا واطفالي الاثنين بكرامه بنت وولد وصراحه لم اقبل الزواج كي لا يظلم ابدا عند اي احد على كل حال شعرت بأن أطفالي عندما دخلوا إلى المدرسة الاحتياجات قد زادت كثيرًا. فماذا أفعل؟ وأنا كنت يعني في البيت الذي كنت أسكن فيه بيت صغير جدًا، تأتي النساء ويشترين مني بعض الحاجيات، ومنها من لم تسدد، ومنها من تنسى الأمر، ومنها وإلى غير ذلك. كلما كبر الأطفال، كبرت المسؤوليات والمصاريف. هنا صراحة توجهت فورًا. الى احدى الصديقات اللواتي اعرفهن بالالتزام واخبرتها عن حل ما صلاه دعاء ذكر فقالت لي فورا عليك بالصلاه الاستغاثه بالامام المهدي المنتظر عليه السلام تقول انا صراحه بدات اصلي صلاه الاستغاثه بشكل يومي بصاحب الزمان سلام الله عليه كررتها يوم يومين ثلاث لمدة سبعة عشر يوم كما أذكر بالضبط سبعة عشر يوم وأنا أصلي صلاة الاستغاثة بصاحب الزمان سلام الله عليه حتى بعد السبعة عشر سبحان الله اتصلت بي أحدى الصديقات وقالت لي لدينا محل يعني باللهجة العامية مول كبير مختص فقط للنساء وبما أن لديك خبرة في هذه القضايا قضايا النساء وأنت تبيعين في بيتك فالأفضل تعالي معنا ولديك راتب شهري كذا بكل احترام بكل تقدير وهذا يعني هذا وهذا المبنى مخصص فقط للنساء فرحت كثيرا وحمدت الله سبحانه وتعالى فمن جانب عندما ينتهي دوامي من المبنى النسائي فأنا أرجع إلى البيت وأبيع فأصبح لدي رزق إضافي لم يكتفي بحمد الله صاحب الزمان عليه السلام بهذا الخير فقط، بل سبحان الله نتيجة دوامي في هذا المبنى النسائي أخبرتني إحدى الصديقات بأن لديها أخ، وهذا الأخ يعني قد طلق حديثًا، وليس لديه أطفال. وتقول أنا نتيجة العشرة معك عرفتك جيدا ولا بأس بأن لديك طفلين وهو يتحمل مسؤولية إلى غير ذلك فتقول صراحة أخذت, أخذت استخارة لأكثر من مرة وخرجت الاستخارة جيدة وتزوجت منه وصراحة اعتبر أولادي أولاده ولم يفرق أبدا عندما أنجبت منه بين أولادي وأولاده وأنا يعني أصبحت بصورة ما موظفة في هذه المبنى ولدي عملي وكذلك هو موظف ولديه عمله وجاء الاستقرار الكامل كل هذا بفضل صلاة الاستغاثة عفوا القصة طويلة وأحاول أن أختصرها في الأخير الباقي هو مدح وثناء في هذه الصلاة فهذا كله بفضل صلاة الاستغاثة بالإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه فلا يأس مع صلاة الاستغاثة أبدا برنامج صباحات ولا من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام